السلام عليكم ومرحبا وألف مرحبا بكل متتبعي قناة شهيوات فاطمة. مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد. اليوم إن شاء الله ضمن سلسلة حلويات العيد غادي نقدم لكم حلوة الرافاييلو أو ما يسمى أيضا بحلوة كرات الثلج. كتجي لذيذة في المذاق، فكيف ما كتلاحظوا معايا هذه النتيجة اللي كنتحصل عليها، فكنتحصل تقريبا على 32 حبة، كتكون من الحجم المتوسط على هذا الشكل. ومن الداخل كتجي فيها واحد الحبه من اللوز اللي كتكون مقليه، كتعطيها واحد الطعم لذيذ ورائع. كنتمنى ان شاء الله الحلوه تنال اعجابكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر باللي كان. ودابا نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. فبسم الله على بركه الله، بالنسبه للمكونات عندي 100 غرام من اللوز اللي كنكون خديتها، ضفت عليها الماء اللي كيكون في درجه الغليان، من بعد زولت ليها القشر وضعتها في مقلاة اللي كتكون فيها زيت نباتية باردة على نار متوسطة، وخليت هذاك الكمية من اللوز حتى تقلات وتحصلت على هذا اللون اللي كيكون دوغي كيف ما كتلاحظوا معايا، كيكون اللون ديالو ذهبي، كيتقلى مزيان، كتخليه يطيب من الداخل فكيصبح جاهز. عندي ايضا نكهة الفانيليا، عندي واحد الحك من الحليب المركز المحلى، انا فيت لي خديت منه واحد الملعقة، وانتم استعملوا الكاس كله. هنايا عندي 120 غرام من الكوك اي جوز الهند اللي كنكون خديتها وطحنتها جيدا في الخلاط الكهربائي حتى تنيل، يعني يصبح بحال بودره، يطحنوا قدر المستطاع. هادو مكونات العجين. بالنسبه للتزيين فعندي 18 قطعه من الشوكولاته البيضاء اللي غادي نستعمل فيها كيف ما قلت لكم في التزيين، كتبقى اختياريه ولكن نصيحه مني غير استعملوه، لان صراحه كيضيف واحد المذاق لذيذ لهذه الحلوه. كاين اللي ما كيستعملوش ولكن انا بالنسبه لي كيعجبني نستعن به. يمكن لكم تكتفيو فقط ب 50 غرام من الكوك اي 50 غرام من جوز الهند اللي ما كيكون لا مطحون لا حتى شي حاجه، كتزينوا به بوحديتو، ولكن لا بغيتو تزيدوا واحد الطعم واحد اللذه للحلوه ديالكم فما فيها باس تضيفوا في التزيين الشوكولاته البيضاء. فبسم الله على بركه الله. بالنسبه للطريقه كناخذ هذاك الحك ديال نيسلي، كنضيف عليه القليل من نكهه الفانيليا، كتبقى اختياريه ولكن المذاق ديالها كيجي ريحتها هي رائع في هذه الحلوه. المهم بالنسبه للشوكولاته البيضاء وهاد النكهه ديال الفانيليا ماشي اجباريين، كاضافه فقط. كنحرك المكونات جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا مع بعضياتهم، وهنايا كنبدا نضيف الكوك، ما كنضيفوش دفعه واحده وانما كنضيف بشويه بشويه، وانا كنجمع العجين ديالي. علاش؟ لان كاين الكوك اللي كيكون ذات جوده عاليه كيكون يدم هذاك الزوين، ما تخافوا منه حتى شي حاجه، ضيفوا 120 غرام تجيكم الكميه مضبوطه. وانما الا كان الكوك يعني غير ماركه مسلكه وصافي كيكون شويه ناشف، فباش ما يغدركمش في ملي كتجمعوا العجينه، يعني تصدق العجينه قاصحه ليكم فوق القياس، كتضيفوا غير بشويه بشويه وانتم كتجمعوا العجين ديال الحلوه ديالكم حتى كتحصلوا عليها على هذا الشكل، يعني كتكون قابله باش كتشكلوا منها كويرات، ما كتكونش كتفرتت وكتكون كتجمع لكم في حدود المعقول على هذا الشكل. انا عندي كوك مزيان يعني ميدم، ف 120 غرام كفاتني مع داك الحك اللي مازال ناقصه منه ملعقه كبيره من الحليب المحلى المركز. فمن الاحسن ملي تحضروا هذه الحلوه يعني تيستيو داك الكوك قبل ما تشريوه، الا بان لكم في اليد ديالكم ملي كتجمعوا في يديكم كيبان لكم راه كاينه الزيت في اليدين ديالكم، عرفوا بانه راه ماركه مزيانه. صافي هنايا كنغطي على العجين ديال الحلوه ديالي بالورق البلاستيكي ولو بالبلاستيك الغذائي، ومباشره كنوضعها في الثلاجه مده 10 دقائق ومن بعد نرجع معكم. فمن بعد مرور 10 دقائق هذه هي العجين ديال الحلوه ديالي. هنا مباشره غادي نبدا نشكلها الى كويرات، انا استعنت بكويرات متوسطه الحجم يعني صغيره شويه، انتما القياس كيبقى على حسب الاختيار ديالكم عينكم ميزانكم. فكيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام اللي كنتحصل عليه للحلوه. هنايا درت يعني هذا المقطع بالبطء بالعرض البطيء كيف ما باش تلاحظوا معايا القوام ديال العجين. ملي كنشكلها الى كويره صغيره يعني اولا كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، فملي كنبدا نجمعها كتجمع بكل سهوله ما كتشقق ما حتى شي حاجه. فكنوضع لها واحد القطعه من اللوز اولا حبه من اللوز في الوسط، ومن بعد كنشكلها كيف ما كتلاحظوا معايا بكل سهوله كتشكل يعني ما كتفرتت ما كتشقق ما حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات المبتدئين مبتدئات او للمبتدئين المبتدئات بالاحرى، فيمكن لكم تستعنوا بالميزان وتعبروا في كل حبه تكون فيها 18 غرام باش هكذا يجيكم قياس واحد. لما بغيتوش ديروا عينكم ميزانكم
بيتو يجيكم قياس مضبوط، فما عليكم غير تستعنوا بالميزان، يكون احسن ديروا فيها 18 غرام الحبه حتى كتقيسوهم كاملين وتساليو القياس العبار ديالكم، عاد باش كتبداو توضعوا فيها واحد القطعه من اللوز كيف ما استعنت بها انا على هذا الشكل، وتبداو تشكلوها هكذا يعني تجيكم مزيانه. صافي كنبقى غادي على هذا المنوال حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها من العجين، فكتعطيني كيف ما قلت لكم 18 قطعه اولا 18 حبه من الحلوه، هنا كتصبح عندي جاهزه. ملاحظه، بحال مثلا انا تلصقت لكم العجين باليدين ديالكم، فيمكن لكم دهنوا اليدين ديالكم بالقليل من الماء عاد باش تبداو تشكلوا في العجينه باش ما تلصق لكمش اليدين ديالكم. انا مع استعنت بالقفازات يعني ما التصقت لي لا باليدين لا حتى شي حاجه. صافي هنا كتصبح جاهزه. دابا غندوزو للمرحله المواليه، مرحله التزيين، فكنحتاج فيها الشوكولاته البيضاء اللي كنضيف على بضع قطرات من زيت نباتيه، يعني قطيرات من زيت نباتيه كيف ما غادي تلاحظوا معايا، ومباشرة كنوضع على بماغي حمام مريم وكنصبر على داك الشوكولاتة حتى كتذوب، وكنتحصل على واحد الشوكولاتة على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. هنايا كنحاول نبردها غير واحد شوية، يعني كنحركو شوية داك الشوكولاتة مع كتكون سخونة، ولا كاينة شي قطعة كندوبوها ما دابتش لينا. صافي هنايا كنبدا كناخد حبه من الحلوه اللي شكلنا مسبقا وكنفندها مزيان، يعني فداك كنغطسها فداك الشوكولاته بالاستعانه بالملعقه وواحد الفرشيطه باش هكذا كنزولوا داك الزائد ديال الشوكولاته. صافي ملي كتسقطر جيدا على هذا الشكل كنوضعها فداك الكوك ديال التزيين. صافي كنفندها جيدا وكنوضعها في واحد اللاطه اولا واحد البلاطو صينيه. صافي كنبقاو غاديين على هاد المنوال حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هنايا بالنسبه لهذوك الكويغطات البيضين اولا هذوك الكويغطات هما هي هذيك دوك القواعط البيضين اللي كنوضعوا فيهم الحلويات، يعني الا عندكم دائريين يكونوا احسن. انا يا غير ديبانيت بهذوك اللي شفتو معايا في الاول هما اللي كانوا متوفرين عندي، فكتوضعوهم في قويعطات وكتقدموهم فيهم كيجيو مزيانين. كيف يمكن لكم ايضا مثالي وديروهم غير في واحد البواطه اللي هكذا كتسد مزيان باش هكذا كتحتفظوا بهم في الثلاجه. صافي وكتصبح عندكم الحلوه ديالكم جاهزه، كتقدموها بالصحه والراحه. صراحه كتجي زوينه، غير هي للاشاره فقط للامانه، ما كتجي تماما بحال حلوه الرافائيل اللي كناخذو من المحلات التجاريه الكبرى، لان راه كل حلوه يعني عندها اسرار ديالها. حنا المهم هذا غير شكل تقريبي لحلوه الرافائيلو، وانما كتجي زوينه وخدمه يدينا، خدمه ديال الدار نقيه، كنعرفوا اشنو كناكلو وصافي. هذه هي وصفه اليوم، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وكنقول لكم بالسلامه عليكم وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.